لتعليق على هذا الشوط، الشوط القادم. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لزملاء سعد وسالم، وأحييكم مشاهدينا الأعزاء على الهواء مباشرة في هذه التغطية الحية والمباشرة لأحداث ووقائع هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث انطلق الشوط الثالث ونحن نسير مع يومنا الثاني، يوم الحقايق لأبناء القبائل، أشواط مفتوحة، نتمنى التوفيق للجميع. هذا هو الشوط الثالث، بينما هذا الشوط هو الثاني لفئة الحقائق البكار، وجائزة عينية قيمة سيارة لاند كروزر أو سيارة تويوتا جي إكس آر بانتظار الفائزة بالمركز الأول، إضافة إلى جوائز نقدية قيمة من المركز الثاني وحتى المركز العاشر. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول الهبيبة لمحمد بن صالح بن نصرة العامري على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول حصل تسلل ودخول على الهبيبة من العيدهية لعلي بن راشد بن محمد المري، خطفت المركز الأول الهبيبة. على المركز الثاني ننتقل إلى المركز الثالث، أغادير لعبد الله بن سعيد بن محمد العيدة، تصل أغادير على المركز الثالث مع شعار اللورد، بينما المركز الرابع العنود لحمد بن راشد بن محمد آل بريص على المركز الرابع. ناخذ المركز الخامس، المتقدمة والمتسللة في هذا الشوط، تتقدم هنا راهية لأحمد بن سعيد بن سالم بن سيف المر السبوسي. هذه المقدمة مشاهدينا الأعزاء، وهناك أسماء لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة في هذا الشوط، في هذا المهرجان السنوي الكبير. الله، أمطار الخير بدأت بالهطول على أرضية ميدان الشحانية، حقيقة بدأنا هذا المهرجان ونحن في أمطار وفرحة ورحمة تنزل ورحمات تنزل من السماء. إذن أمطار الخير في هذه اللحظات تنهمر على أرضية ميدان الشحانية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أمطار خير ورحمة وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد. إذن الله، مهرجان فيه مهرجانات، هناك المزاد الليلة وهناك أيضا الماراثون في يوم الجمعة القادم، وهناك العديد من المنافسات. نعود إلى مجريات وأحداث هذا الشوط، إلى هذا الشوط. المقدمة مباشرة الهبيبة عادت إلى موقعها الصحيح، عادت إلى موقعها الصحيح. محمد بن صالح بن نصرة العامري يدفع بالهبيبة في هذا الشوط الثاني، تنتصف المسافة يا مضمرين. العيد هي قادمة، علي بن راشد بن محمد بن عبد الله المري يقدم العيد هي، بينما المركز الثالث العنود لحمد بن راشد بن محمد آل بريص على المركز الثالث، وصلت على المركز الرابع راهية أحمد بن سعيد بن سالم بن مر السبوسي، ومن المرشحات لاختطاف الناموس. شعار اللورد قادم بدوره على ظهر أقادير، أقادير عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد العيدة بمتابعة بو سعيد لها في هذا الشوط. اللورد 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 حاضر معنا في هذا الشوط، الشوط ثاني من حيث القوة للبكار، ولكن عودتنا إلى شعار بن نصرة العامري. رجل المفاجآت، شعار المفاجآت مع المركز الأول. الله، الهبيبة هبت هبوبها، إذا هبت رياحك فاغتنمها يا راعي الهبيبة، فعقبى كل خافقة سكوني ولا تنسى من الإحسان فيها، فما تدري السكون متى يكون. العنود مع لوحة 1200 متر، العنود 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 تبغي المركز الأول، تبغي ناموس الأمطار، تبغي ناموس ميدان التحدي، هذا الناموس التاريخي حمد بن راشد آل بريص. وهنا الوصول الخطير، وصلت خود خود
الأرض يا خود. مرحبا بهذا الاسم الغالي، هز المشاعر هذا الاسم، اسم خود عبد الهادي بن سعيد بن علي البريس، مرشحة ترشيح قوي، صاحبة توقيت مميز في السباق المحلي السابع، وصاحبة شوط رئيسي ومرشحة ترشيح قوي. يا سلام يا خود على المركز الثاني، تنطلق خود، تنطلق خود، بينما المركز الأول ما زالت الهبيبة، ما زالت الهبيبة 600 متر. يا سلام المفاجآت مع رجل المفاجآت، المفاجآت مع رجل وشعار المفاجآت مع المركز الأول محمد بن صالح بن نصره العامري. روح يا بن نصره، روح، روح بالناموس، روح. الله، انطلقت واهدة السلام، اهدة السلام الى هل العين، الى هل زاخر، زاخر 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 عبر الهواء مباشرة، والشلفة ايضا مع هل زاخر. اذا حضور قوي من ابناء زاخر. الله، تضيف السيارة الثانية في رصيدها الهبيبة، السيارة الثانية في رصيدها الهبيبة، الهبيبة مع المركز الاول، مع ناموس الشوط، مع السيارة الثانية في رصيدها. سلام يا الهبيبة، سلام، تهانينا لرجل المفاجآت محمد بن صالح بن نصره العامري. المركز الثاني غيوم لمحمد بن مبارك بن جري وبن محمد المنصوري. المركز الثالث العنود لحمد بن راشد بن محمد آل بريس. المركز الرابع هملولة لسعيد بن محمد بن فالح الشامسي. المركز الخامس وصلت راهية لأحمد بن سيف أو أحمد بن سعيد بن سالم بالمر السبوسي، أحمد بن سعيد بن سالم بالمر السبوسي مع راهية هي من احتلت المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء للمراكز المتقدمة الأولى. التوقيت الزمني للحظة وصول الهبيبة إلى خط النهاية حيث قطعت المسافة في توقيت زمني مميز، 5:53 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لمالك الهبيبة محمد بن صالح بن محمد بن نصرة العامري، تهانينا وناموس. المركز الثاني، المركز الثاني غيوم، وصلت غيوم على المركز الثاني وقطعت المسافة مخرجنا، قطعت المسافة في 5:55 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك غيوم مبارك بن محمد بن جري والمنصوري. المركز الثالث اللي وصلت العنود قطعت المسافة في 5:56 وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك العنود حمد بن راشد بن محمد آل بريص. المرية التهاني والناموس لجميع الفائزين.